أكثر من 50 فيلما تشارك في مهرجان السماوة السينمائي بنسخته الخامسة، والذي يستمر على مدار 3 أيام. هذه النسخة من المهرجان يصفها القائمون عليه بأنها أوسع وأشمل من حيث المشاركة الدولية وعدد الأعمال المتنافسة، فضلا عن تسجيلها لحضور عدد من نجوم الفن. الأفلام المشاركة في حدود 50 فيلم هذا العام، بين فيلم أجنبي وعربي وعراقي. هناك دول تشترك لأول مرة ونحن سعداء بها، مثل الكويت، بحرين، عمان، الأردن، فلسطين، لأول مرة تشترك السويد، النرويج، كذلك دول العربية اللي دائما تشترك، المغرب، الجزائر، تونس، مصر، سوريا، لبنان أيضا. ويجد مشاركون في المهرجان فرصة لعرض نتاجاتهم والإطلاع على تجارب أقرانهم في الفن السابع، الذي بدأ يشكل غاية مهمة لتجارب شبابية بدأت تتطور من المشاركات المتكررة في هذه المهرجانات التي تمنحهم مساحة للظهور إلى المتلقي. أحيي جدا القائمين على المهرجان، تنظيم جدا رائع وحضور، لما توقع الحضور أنكم بهالكثافة ما شاء الله عليكم، وكل موفقين لكل مخرجين شباب مشاركين. إلي الشرف أني شارك بهيك مهرجان بأرض العراق اللي هي أرض الثقافة وأرض العلم، هيك أثبت التاريخ. ناس سرقوا حقوقهم وخلوهم بالضياع وحرمان، وتخليني أتحمل هذا الواقع المملي حزن للأسف. ويسجل فنانون إعجابهم بإصرار القائمين على المهرجان للحفاظ على ديمومته سنويا، رغم غياب الدعم والتمويل الحكوميين، وهو ما يعكس تحدي جيل من شباب السينما لكل الظروف المحيطة. هكذا مهرجان في ظل هذه الظروف، يعني رغم صعوبتها وصعوبة تمويل هكذا مهرجانات عالمية في محافظة، هذا شيء مهم جدا طبعا، ودلالة على نجاحها أنه كثير من الدول العربية مشاركة بالأفلام هنا أنا والكثير من الدول العالمية أيضا. أحمد السعيدي، الحرة.